صباح الخير أصدقائي الأعزاء حول العالم. ده فيلم كده قصير هعمله بسرعة، أتمنى إنه ميزيدش عن 5 دقايق. كنت فكرت فيه امبارح وأنا راجع من الشغل، وكنت عايز أعمله المقدمة لفيلم أكسس قرآن 7.02، بس أنا لقيت إن السبجكت ملهاش علاقة ببعض، فقررت إن أنا أعمله فيلم لوحده. في نقطة تعباني جدا، إن دايما المتأسلمين يقعدوا يهاجموا بلاد الكفرة زي أستراليا وزي أمريكا وزي إنجلترا وزي كل البلاد المحترمة دي كلها، ويقعدوا يقول عليهم دول كفرة، دول شواذ، دول كذا، ورغم إن أنتوا لو تبصوا على البلاد العربية هتلاقوا فيها أوسخ القاذورات من البلاد الكفرة دي. النهاردة أنا عايز أوريكم حاجة بسيطة جدا توريكم الفرق ما بين بلد زي استراليا وبلد زي مصر. انا مسميت الفيلم الفرق بين كفر استراليا واسلام مصر. زمان من حوالي 3 سنين تقريبا كتبت مقالة زمان في النوتس بتاعتي، لو تروحوا على فيسبوك وتشوفوا النوتس بتاعتي، عندي حوالي 250 نوتس في 12 ديسمبر تقريبا 2009. كتبت مقالة، كانت اول مقالة لي اكتبها بالعربي، ما كنتش بكتب بالعربي انا قبل كده، سميتها لو تلاحظ الفرق بين كفر استراليا واسلام مصر. المقاله قصيره جدا لو تلاحظ، بقول فيها اول مره من سنين هحاول اكتب افكاري بالعربي، بس المقاله كل الحته دي اللي انت شايفينها. الخلاصه ان انا كنت رايح اشتري كفته في محل عربي في منطقه عربيه، ولقيت ان اللي بيبيع لي الكفته واحد مصري، فقعدنا نرغي مع بعض وكده، وحسيت ان هو محرج مني شويه على اساس ان هو يعني شغال بيبيع كفته وكده، لكن انا قلت له يعني انت عامل ايه؟ قال لي مهما كان الوضع هنا احسن من مصر. فانا استغربت ان الناس العرب عندهم استعداد ان هم يجوا في بلاد الكفره دي ويشتغلوا يبيعوا كفته ويشتغلوا في النظافه ويغسلوا المواعين، وبيبقوا مبسوطين برضو عن وضعهم في مصر لان ما زالوا هنا بيعملوا فلوس حتى في الشغلانات التعبانه دي اكتر لو اشتغلوا في مصر مهندسين ودكاترة مثلا. فده يوريكو فرق شاسع ما بين كفر استراليا واسلام مصر، ان العكس صحيح، شكلها ان استراليا هي المسلمة ومصر هي الكافرة لما تبص فيها، يعني في اقل يعني طلبات الحياة، الزواج او ان الواحد يبقى عنده بيت وعنده شغل وعنده اطفال وعنده اسرة، مش غني لكن على قد حاله. الكلام ده صعب جدا تحقيقه في بلاد عربية كتير، وانت ما تعرفوش ناس كتيرة جدا لما بيعرفوا ان انا في استراليا بيقعدوا يقولوا لي عايزين نيجي استراليا، عايزين نيجي استراليا، ازاي نيجي استراليا، عايزين يهجوا من بلادهم اللي بيسموها بلاد اسلامية. امبارح وانا راجع من الشغل شفت موقف يعني بشوفه كل يوم تقريبا. انا في عربيتي في عندي بلاك بوكس، في عربيتي بلاك بوكس يعني بيسجل لي طول ما انا ماشي كل حاجة، حتى لو العربية ركنتها وسبتها هيقعد يسجل لو أي حد عدى قدام العربية، فيها موشن سنسر بتعرف لو في أي حد ماشي قدام العربية هتقوم بقى تبدأ تسجل على طول وتسجلها لي، لو حد خبط لي العربية هتقوم تبدأ تسجل على طول وأقدر أعرف مين اللي عمل الكلام ده. بس اللي بيعجبني في الكاميرا دي إن طول ما أنا ماشي عمالة تسجل. فامبارح وأنا راجع من الشغل هوريكم موقف يعني طبيعي هنا، بس بالنسبة لمصر والبلاد العربية هيبقى غريب شوية. أنا هنا سايق بالعربية، لو تلاحظ الترافيك ماشية الله ينور، تلاحظ يشوفوا كل الطرق متعلمة، الحارات والحارات اللي تحول يمين، كل شيء مفهوش مشاكل خالص، اللي كل العربية ماشية في الحارة بتاعتها مية مية بصراحة، يعني مية مية. ومرة واحدة لقيت الطريق وقف. انا مش متعود ان الطرق في استراليا تقف، لما الطريق يقف يبقى معناه اي حاجه. تلاحظ العربيات اهي قدام، اهي باينه انها بدات تتراكم اهي وبدات تهدي، اهو بدا يدوس فرامل وبدات، شوف هنا يافطه بيقول ممنوع انك تعمل يو تيرن، شوف كل حاجه باليافط، على كل عمود من دول هتلاقي يافط تقول لك ممنوع الباركينج، على كل عمود من اللي شايفينهم كل ما بين اهو الطريق واقف اهو دلوقتي. فانا ايه قلت اكيد في حاجه، فبصوا بقى لما نبدا نمشي وتشوفوا ليه وقفوا الطريق، عشان ايه اللي بيعمل؟ عشان يحافظوا على السواقين ويحافظوا على العمال اللي بيشتغلوا. اتاري كان في بيت من البيوت اللي على الشمال هنا بيقطعوا شجره، فلازم يجيبوا مكن
شجرة الزهر كبيرة جدا وبدأت تعوق بعض الأماكن وكده، فاضطروا يقطعوها، فجابوا ناس متخصصين في قطع الأشجار. فبص بقى دلوقتي عشان يقفوا على الرصيف هنا ويقطعوا شجرة، بصوا بيعملوا إيه في الطريق. خليكم معايا ركزوا، تلاحظوا هنا العربيات أهي بدأت تدي إشارة شمال عشان يبعدوا من الحارة الشمال ويدخلوا في الحارة دي. وبصوا بقى العربيات ماشية اهي، ده بيدي إشارة اهو، كمان لازم تدي إشارة هنا. تلاحظوا هنا، لما أجيب الكاميرا كده شوية، تلاحظوا هنا بدأ يظهر قراطيس اهي ويقول لك يافطة. تلاحظ اليافطة دي بتوريك إن في واحد عمال شغالين، وبدأت القراطيس تتحط. بص بقى من قبليها بقد إيه، دلوقتي العربيات كلها بقت ماشية على الحارة اليمين، كلها خلاص بعدوها من الحارة الشمال. وتلاحظوا هنا أدي يافطة تانية اهي بتقول لك ايه، امشي على اليمين، والخراطيم الخراطيش دي ولا القراطيس دي عمالين يبعدوها يبعدوها عشان يبعدوا العربيات عن اللين اللي هي على الشمال، عن الحاره اللي على الشمال اللي هي جنب البيوت. تمام، وتلاحظوا هنا مش كده وبس، كل القراطيس اهي، وعربيه اللي فاتت دي لو تلاحظوا برضو نفس الكلام، عماله حاطه يافطه فوق. وتلاحظ هنا موقفين راجل كمان، بصوا الراجل ما واقف وماسك يافطه عمال يقول سلو، امشوا بالراحه. تلاحظوا اهي سلو، الراجل هو واقف، وتلاحظ لازم يكون لابس بتاع لونها فاقع عشان الناس تشوفه، برتقاني او اخضر فاقع عشان يبقى باين محدش يخبطه، وماسك يافطه برضو عمال يقول للناس لو تخيلوا راجل زي ده واقف، طبعا بيدوله مرتب كويس مش مرتب قحطان، ومعاه لاسلكي في جيبه، معاه كل الامكانيات ان هو يؤدي الشغلانه بكل امانه. ومش كده وبس، ادي عربيه كمان عماله تعمل فلاش انوار اهي، ليفت يعني امشي يمين ما تجيش الحاره دي، وتفضلوا ادي اهي العربيه اهي على الشمال عماله اهي تقطع الشجر، اتفضلوا. وادي راجل كمان واقف بيفطق، وكل العمال عمالين مع انهم على الرصيف اهم خالص، كله واقفين وعمالين شغالين، وبيبعدوا العربيات وماسكين يافطه بتقول امشي بالراحه عشان يقدروا يعملوا الشغل. تلاحظ هنا ادي واحد اهو لابس بدله خضراء عشان يبقى لونه طواقي، كلهم لو تلاحظوا مية مية امان، يعني بيحافظوا على حياه البني ادم وحياه السواقين، يعني مفيش بعد كده اسلام بعد كده. وبس خلصت بعد كده لو تلاحظوا، وبدأت العربيات ترجع تاني للحارة الشمال، وعدينا المرحلة اللي هي فيها خطورة على العمال وعلى السواقين. طبعا في مصر الحاجات دي ما تحصلش، اكبر مثل اللي شفناه في مزلقان القطر، يعني مش يعني حتى عاملين له واحد انه يقف زي الناس اللي بتقف دي، ورغم كده ما وقفش. ليه؟ مرتب تعبان، مفيش مسؤولية، مفيش تدريبات، مفيش كل الكلام ده، ماشيين كده ايه بيسموها ايه بالعربي، ماشيين بالبركة، زي ما تيجي تيجي. عشان كده طبعا ممكن نلاقي في اي وقت حادثة، 50 عيل ماتوا في مكان تاني، حادثة 19 واحد ماتوا في مصر، كل يوم حادثة ناس بتموت. هنا في استراليا طول السنة كلها، طول يعني كل الناس اللي بتموت في الطرق هنا في كل استراليا كلها ما يزيدوش عن 1000 في السنة كلها. شوفوا انتوا في مصر كام بيموتوا في السنة. ومش كده وبس، هنا لو حصلت حادثة مات فيها 2 أو 3 بتبقى مصيبة في الصفحة الأولانية في الجورنال، وبيغيروا القوانين ويعملوا قوانين تانية وبلاوي سودة. هو ده الإسلام اللي أنا شايفه على حق، مش الإسلام المقنع المتأسلم بتاع البلاد العربية الزبالة اللي لا تهتم بروح البني آدمين، وبالنسبة لهم البني آدم في مصر أرخص حاجة، ما فيش يعني ببلاش. هنا البني آدم في أستراليا أغلى حاجة، حتى لو معكش ولا مليم وقيحة ومش لاقي تاكل، هتبقى ما زلت من أغلى حاجة في الدنيا، وهيحافظوا عليك وهيدوك حياة راقية، وهيعالجوك وهيدوك بيت وهيدوك مصروف في إيدك وكل الكلام. مين فين الإسلام بالظبط يا جماعة؟ قولوا لي، في بلاد زي بلاد أستراليا، ولا في بلاد معفنة زبالة زي بلاد مصر كل اللي فيها ان هم يحقروا من شأن البني آدم؟ بس على النود دي اسيبكم على خير.